فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي في الحلقة الخاصة مئوية نادي الفريق. أكيد البارح احتفلوا بها كل أحباء نادي باب جديد. نواصلوا في استقبال ملاعب يقدم ضيوف شخصية مسؤولين سابقين في نادي باب جديد. أيضا حاليا استقبلوا توا بعد أبو بكر الزيتوني المسؤول السابق السيد كمال بن خليسي. كمال أهلا بك. اهلا وسهلا وسهلا مرحبا بك وبالساده المستمعين. مرحبا بك. دونك ظهر لي حدث كبير البارح مئويه نادي الافريقي. سي كمال شنو تنجم تقول على الحدث هذا؟ مش برشا انديه في العالم عاشت المئويه نتاعها، ولا خلينا نقولوا حتى في العالم العربي كيف كيف في افريقيا مش برشا انديه عندهم 100 سنه. اكيد هو حدث فريد من نوعه، نحمد ربي انه نحن كنا من العباد اللي حاضرين في الحدث هذا. مش ديما تنجم تحضر في مئويه، تعرف معناتها حدث يصير مرة كل 100 سنة كل قرن. ألف مبروك إن شاء الله يا ربي النادي الإفريقي تكون 100 سنة هذه معناتها بما فيها من فرحة ومن ضحك ومن مصاعب ومن مشاكل، تكون معناتها المشاكل مشات على روحها، ومن هنا القدام ما نلقاه كان النجاح والتألق. الحاجة اللي نجم نقولها إنه تشوف معناتها النادي الإفريقي يحتفل بالمئوية متاعه في ظرف أي برشة متاع ديون متاع منع انتدابات متاع انقسامات في العائلة، لكن كي تشوف الزخم الجماهيري وتشوف الاحتفالات هذية عبر كل بقاع الدنيا مش تونس بركة، معناتها كي تتفرج في العالم كامل بالحق تقول النادي الافريقي ظاهرة، معناتها لأنه فريق يحتفل وهو متوج وفريق ويحتفل وهو لباس وشايخ عادي جدا، لأنه الناس كل وقت تحب توري وجهها والناس كل تحب تحتفل. أما أنه فريق يحتفل وهو معناتها في طنبك المشاكل نتاعه وتشوفه كالزخم وكالملايين اللي قاعده تحتفل بها عبر العالم، فتقول معناتها الفريق هذا ظاهره بالحق مش اي فريق. نعرفك فصيح ماتري، اذا قولوا كلمات للتاريخ في النادي الافريقي في علاقه النادي الافريقي شو نجم نقول؟ والله اجي نقول لك انا كتبت التدوينه قلت استعرت منها اغنيه نتاع الراحل عبد الحليم حافظ، قلت انه حب النادي الافريقي هو احلى الاقدار، معناتها نحمد ربي على انه القدر نتاعنا كان النادي الافريقي كان الاحمر والابيض. نقول انه معناتها الفريق هذايا هو معناتها سيتون شانس كي نسوري با لاي حد، شكرا للنادي الافريقي انه موجود في حياتنا. إذا كان نحبوا نعملوا كومباريزون ماتر، نقولوا الترجي تهز في الألقاب بتتويت تقريبا كل عام، الإفريقي ما فماش برشا ألقاب برابور الترجي، لكن الأحباء ديما قاعد غرامهم يمشي ويزيد، حتى الأحباء الجينيراسيون الصغيرة كيفاش تربوا على حب النادي الإفريقي؟ هم شافوه ما عاشوش الزمن الجميل نتاع النادي الإفريقي معناه. هذا هو اللي حبيت نقوله أنا، إنه النادي فما مثل يقول لك معناتها صاحبك تعرفه وقت الشدة، معناتها صاحبك ما تعرفوش وقت الفرحة وقت الضحكة، صاحبك تعرفه وقت الشدة، المحب الحقيقي تعرفه في الفترة ذي. اللي نجم نقوله أنه كما قلت لك قبليك معناتها سهل ياسر أنك تفرح والناس كل وقت الفرح وقت الأقب الكلها تمد وجهها والكلها تحب تتصور والكلها موجودة والكلها تدعي، لكن وقت المشاكل نعرفه مليح أنه في المشاكل تختفي الناس وتهرب وماذا بها ما توريش وجهها. البارح اللي شفناه يبين انه علاقة الجماهير وعلاقة الكلوبستية بالنادي الافريقي صحيح انا ديما نقول انه ما نحبهاش كغنايه ما عشقناش التيتروات، لا جمهور النادي الافريقي يحب التيتروات ويحب الالقاب، لكن قبل الالقاب وقبل التيتروات هو يحب فريقه ويحب كاللون الاحمر وابيض وما يربطش ارتباطه بالفريق بالتيتروات. هذا هو الفرق اعتقد بين النادي الافريقي وبين الفرق الاخرى. اي السؤال نتاعي ماتر، انا مثلا مولود عام 2002 عام 2001 ما عشتش الزمن الجميل نتاع النادي الافريقي، معناتها الصغار اللي ما عندهمش ما عاشوش اي فتره باهيه للنادي الافريقي. شنو اللي يخليني شنو اللي يخليني اليوم نحب النادي الافريقي معناه؟ اللي يخليك تحب النادي الافريقي هو انه مثال كلامه، مثال انا نقول لك ولد اختي صغير وما عاش حتى لقب مع النادي الافريقي، لكن اللي يشوفه مني انا ما أكبر منه اللي نحكي له أنا عن النادي الإفريقي، نوريه تاريخ النادي الإفريقي، نوريه شنو عمل النادي الإفريقي، شنو النادي الإفريقي في الذاكرة الوطنية، شنو النادي الإفريقي في تاريخ تونس، شنو النادي الإفريقي في تاريخ الرياضة التونسية، تخليه كالصغير هذاك اللي ما عاشش للقاب يمشي وراء الكبير متاعه واللي عنده فيه الثقة ويمشي ويكتشف وحده ويعرف بالحق اللي ثم فريق هذا عجيب جدا وبالتالي يحبه ويرتبط بها كالارتباط العاطفي. أعتقد أنه توارث الأجيال للحب هذايا هو اللي يخلي أنه حب النادي الإفريقي يسري حتى في صفوف الصغار اللي ما عاشوش تتويجات.
كما سالت نفس السؤال بكر متر، اكيد عشت مواقف مع حبايب نادي الفريق المتعلقين بناديهم، فماشي موقف هكا قعد في بالك ما يتنساش؟ والله زوز مواقف انا ما ننساهمش ودوخوني معناتها، ومانيش باش نقول راه وقت المشاكل، لان وقت المشاكل صاروا برشا وقتها، مانيش باش نحكي على اللطخه ومانيش باش نحكي على دفعان الفلوس. انا باش نحكي على زوز مواقف من زوز محبين صدقا دخت في مواقفهم باش تفهم درجة عشقهم وانتمائهم للنادي الافريقي. انا مرة وانا رئيس لجنة النادي الافريقي، والدته توفات نهار سبت، واحنا نهار لحد نلعبوا مع النجم الرياضي الساحل، والسيدة ذا انا نعرفه. تسمع فيا اخويا؟ الو نسمع فيك ماتب تفضل. باه مشيت انا عظمت له لجر نهار السبت، ونهار لحد نلعبوا مع النجم الساحل ملعب المنزل، درت نقطة محب داخل اشتعمل، قلت له اشتعمل هنا، لانه انا كنت نعرف انه والدته الدفينة متاحة العشية وخارج تونس، معناتها ماهيش في الشمال الغربي. فالسيد قال لي توفيت وهذه امي ثانية النادي الافريقي ما نجمش نغيب عليها، معناتها صدقا دوخني، معناتها دوخني، معناتها دفينة امه وخلاها وجاء حضر في مباراة تاع النادي الافريقي. والله العظيم هذاك الحكاية قداش عندها لليوم لنسيتها، هذا الموقف الاول اللي ما نسيتوش ودوخني، معناتها درجة الجنون خليه انه عاشق جنوني اي اي. والحاجة الثانية انه عندي شخص نعرفه زادة ولد حومتي، انا قاعد في مكتبي وجاني ولده يبكي، شبيك؟ قلت له تبكي؟ قال لي راه بابا ما حبش يشري لي تبش القراية، سيتي لا رونفري سكولير. مشيت له قلت له شبيك تحبش تشري تبش لولدك؟ قال لي ما نشريلوش. علاش ما تشريلوش؟ قال لي على خاطر راه يحب الجمعيه الفلانيه. قالوا ما نحبش انا النادي الافريقي، ما كنتش تهزوا في التتروات. قلت له شنو؟ قال لي ما نشريلوش، ما يحبش كلوب افريكا، ما نستعرفش به. دخلني معناتها وصل نكبت ولده على النادي الافريقي، فهمت؟ وكان نقعد نحكي الغدوه، معناتها مش باش يفاول المواقف هذوم. واضح. اذا خليك مساج في الاخير ما معاش الاحباء الكلوب، شكون تحب توجهه؟ معاش كلمه حابه ديك. والله نحب نوجه العائله الموسعه للنادي الافريقي، من جماهير، من مسؤولين، من محبي، كل 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 كل، بربي 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 بربي، هل الكات اكتوبر 2020 اللي هو على تاريخ النادي الافريقي، بربي هل كات اكتوبر نقطه التقاء باش نتخلاو على السبان ونتخلاو على يا سيدي مثالش مثالش، انا غلطت يا خويا غلطت، مثالش فلان غلط، خلينا نحطوا ايدينا في دين بعضنا، خلي النادي الافريقي نقدموا بها، خلي اللي غلط نمشيوا له نقولوا له يا فلان راك غلطت بكل احترام، مش لازم نسبوه، مش لازم نطيحوا له قدره، مش لازم ننفروه، خلينا نكونوا نجمعوا، خلينا نكونوا الناس نجمعوا وما ننفروش. راهو الفرقه خايبه برشا كما قال هشام الشاعر الصعيدي هشام الجخ، الفرقه راهي تقتل، خلينا نكونوا يد واحدة وندزوا بقدرة ربي القادم أفضل. أعطيك الصحة، شكرا لك ماتر على كل هذه الكلمات اللي قلتها في فريقك النادي الإفريقي، ما تنسناه تقريبا.